صبحهم الله بالخير. اليوم جاي بفتح الحمام، الطير اليوم استراح. هذا هو طلعت هي الانتر. تعالي تعالي تعالي، يلا تعالي. ايش بها؟ رجعت بحفظ الله ورعايته. طلعت هي الانت اللي هنا، اوه صار لي بضيعها، بس هذه حافظ الصف كويس. تستاهلين بيتي برا. ثاني مرة اللي قلت لك ارجع ارجع. طيب العدد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. نعم هو عدده 16. هذا 17 لكن ما ضيعنا واحد للأسف. جعان أمس برا، تستاهل ما أكلت. ضربين راسي لا حول ولا قوة الا بالله. طلع لي راسه، الشعر براسه وريشه براسه. لا حول ولا قوة الا بالله. ما يكبون الشقاوة ولا يكبون الأذى، يحبون الأذى بعد. طبعا هذا أمس خليتها تبات برا. يلا الحين بنعلف. هذا والله طلعت للسطح. اجيب بيضة واحدة زي ننتظر بس ينتهي غير ريش يصير بعدين نظافة عامة. لازم ننظف تنظيف كامل. بس ننتظر نهاية الشهر ده. إن شاء الله بعد نهاية الشهر ده إن شاء الله نقوم بنظافة عامة للسطح. ولا مو كده يا دجاج، والله ما شاء الله كبر الدجاج، طلع ديكين ودجاجتين. هذا ديك وهذا ديك وهذه دجاجة وهذه تحت. صور ابنك. نصور ابنك. هذه بتبيض الثانية. يلا يلا جيبيها جيبيها. هذه بتبيض الثانية.
يلا شباب من هنا اذا في شيء جديد نرجع لكم ان شاء الله. اذا في شيء جديد نرجع لكم. يا هلا ومرحبا، هذا برج الحمام القطيفي. الان الساعه تشير الى 11:07 صباحا، وهذه وجبه الفطور. لكن والله ان الحمام ده مبدل شكل، وقال يجيب له علاقه صراحه اللي تحفظ الاكل. هذا مبدل صراحه، هذا العاب. بس كاني ايش كاني راح اكشف على الحال. يجوز لمش يعني ما اشوف تدرون اني ما انتبهت له. والله توي انتبه. خليك ما شاء الله. كأني في طيارة. قفلت الباب، صوت المروحة مروحة. يلا إلى هنا نهاية فيديو حلقة اليوم. أول فيديوهات طبعا تكون جميعها قصيرة بسبب المشاهدات العالية جدا التي نحصل عليها. لهذا السبب أقصر المشاهدات حتى ما تزيد المشاهدات، أقصر الفيديوهات حتى ما تزيد المشاهدات. ما شاء الله عندنا مشاهدات مليونية، والعكس صحيح. فيديو 10 مشاهدة، 15 مشاهدة، 18، 20. إذا ضربت الحمى 25 مشاهدة. كفو عليك والله. يلا شباب إلى هنا نهاية هذه الحلقة. والله الحمام ده انا مدلع صراحة، اكله بشوف لي نظام ثاني، لازم نشوف لي نظام اخر. يلا شباب امان الله، حياكم الله، وشكرا على المشاهدة، شكرا على التعليقات، شكرا على الاضافات. يلا امان الله.